خلال فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار الرعدية في المناطق الصحراوية غرب محافظة الأنبار، يتوجه عدد من المواطنين أو ما يعرفون بالشماية للبحث عن الكمأ في هذه الصحراء وبيعه في الأسواق الشعبية في المحافظة، إذ يعد من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، وينقسم إلى نوعين هما الأبيض والأسود أو ما يعرف محلياً بالأحرق والزبيدي. شم قضاء الرطبة بالنسبة إلى طيب بصورة جيدة، سبحان الله التربة مالته تختلف عن التربة مال بقية المناطق، والشم بالنا بالنسبة إن الزبيدي والحرقة، فالحرقة مالته تصير أطعم من الزبيدي مالتها، والناس والمناطق تقول لك هي اللي تقرر بالنسبة للطعام. الشم مال الديرة يختلف عن بقية المناطق. مال قائم حصيبة، نطلع من الجنة ونشتري من حصيبة، وهذا الشبا مالنا نطلع من الجنة قاع فقدع، يعني تشيله تقى شماية، وهذا الشبا مالنا مال قائم، من قائم نجيبه نجيب الفلوجة، وهذا مال قائم هذا شمايته، حكاشات مال حكاشات غزاء، ايه هاي الشماية، شما مضبوط ودرجة أولى زين، ما عليه يعني حكي، شما مضبوط، مو مثل ما رطبة، ما رطبة يابس يعني المطر ما بي، ظل يومين ثلاثة، حتى ريحة ما يظل بي، هسه مال الرطبة مال السماوة، يومين يوم واحد يصير بي ريحة. هذا ما يصير بريحة. وتعد صحراء الأنبار أحد أهم المصادر الرئيسية لإنبات فطر الكمأ الذي يمتاز بكبر حجمه وطعمه المميز عن غيره، حتى أصبحت أسواق مدينة الفلوجة مقصدا لعدد من المحافظات العراقية لشرائه والتجارة فيه، سيما أن سعر الكيلو الواحد بلغ قرابة 40,000 دينار عراقي بحسب حجم الكمأ المعروض في السوق. شم هنا عندنا مشكل ناعم خشن وسطاني ب40، هسه تقول الزبون تقول له ب40 شم 35 خشن، يقول لك ايش دعوه، يقول لك كيلو لحم ب15، لعم اللحم يوميه تاكله، شم كل سنتين ثلاث اربع سنين لا تاخذه، وطعمه مميز. عندنا مال غربيه مال قائم، عندنا مال رطبه، كل شيء موجود. فلوجة كلها ما شاء الله مليانه خير، خير الله وخير شم، خير جنايه وبيع شرايه. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الشمري، الفلوجه.